كما أكد رئيس مجلس الشيوخ دعم الشعب المصري لموقف الرئيس السيسي الرافض للحرب والتهجير القسري لأهل غزة. وشدد رئيس مجلس الشيوخ على أن الانتخابات الرئاسية دلت على أن الشعب يؤيد رئيسه فيما يتخذه من قرارات وإجراءات لازمة لصالح الوطن. دعم الشعب وتفويضه لسيادته في اتخاذ كل ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري من المخاطر التي تحيط بحدود الدولة من جميع الجهات، وعلى الأخص الحدود الشرقية التي تشهد اعتداء إسرائيلي غاشما على شعب غزة الأعزل، ودمار القطاع دمارا لم يرى العالم مثله منذ الحرب العالمية الثانية، بغية تهجير شعب غزة إلى سيناء، والذي قابله السيد الرئيس بموقف صلب واضح رافضا لتلك الحرب ورافضا للتهجير القسري لا سيما إلى مصر.